بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في هذا اليوم الأول من شهر يونيو نقوم في مؤسسة ويز بعمل هذه التكية هذا اليوم، وفي هذه التكية نقوم بطبخ اللحوم مع الفاصولياء، وفي هذا اليوم نقوم بذبح هاتين الذبيحتين إن شاء الله. ويعني كما تعلمون الحال في قطاع غزة حيث لا تتوفر الذبائح والعجول خاصة في منطقة الجنوب، وبالتالي نحن نلتجئ إلى موضوع الخراف رغم غلاء ثمنها، ولكننا يعني نلتجئ إليها لأنها أفضل الموجود في ظل هذه الظروف الحالية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقع أجر كل من ساهم في هذه التكية وفي هذه الذبائح عند الله سبحانه وتعالى كبيرا عظيما. نشكر مؤسسة ويز اللي بتساعدنا وبتقدم لنا أكل في الحالات الصعبة اللي احنا عايشين فيها، وربنا يجزيهم كل خير. شكرا مؤسسة ويز. شكرا ويز على الأكل. شكرا ويز على الأكل. شكرا للويز على الأكل الزاكر.